الساحل إنها عندهم أحد أكبر القلاع اللي موجودة في المملكة العربية السعودية حسب ما اعتبروها المؤرخين، اللي اسمها قلعة المويلح. وقلعة طبعا بنيت في عهد السلطان سليمان القانوني أحد سلاطين الدولة العثمانية، وكانت تعتبر زي ما تقولوا بوابة الشمال لاستقبال الحجاج. وفي نفس الوقت كمان هناك في قلعة مميزة جنبها مباشرة قلعة الملك عبد العزيز، في قصة حلوة جدا بالنسبة للقلعتين، وهناك حنتعرف عليها. طبعا نحن الان في قلعه المويلح، تعد قلعه المويلح احد المحطات الرئيسيه على درب الحاج المصري. بنيت عام 968 لخدمه الحجاج، طولها 100 متر في 89. يوجد على جوانبه مجموعه من الوحدات المعماريه، يتوسطه مسجد وبئر، ويقع مدخلها في الجهه الشماليه. طبعا بنيت لخدمة الحجاج، واستخدمت الوحدات سكن للموظفين. طبعا تعد الآن القلعة من ضمن المسار السياحي، قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بترميمها لتخدم في التنمية السياحية. طبعا هي بنيت من الحجر الجيري. ختاما هي من ضمن المسار المساحي السياحي المهم، والآن في مراحلها الأخيرة في الترميم، وتختم إن شاء الله في خدمة التنمية السياحية. ننتقل في جولتنا حول مدينة ضبا إلى قلعة الملك عبد العزيز، والتي تقع على هضبة مرتفعة وتشرف على سوق البلدة القديم من الجهة الغربية، وقد شيدت في عهد الملك عبد العزيز عام 1352 لتكون مقرا للحكم، وبنيت من الحجر الجيري على طراز القلاع الموجودة بالمنطقة، وهي مزودة بأربعة أبراج مراقبة ومدخل وفناء محاط بحجرات ومسجد. المعلم اللي احنا موجودين فيه هذا أشهر وأهم معلم في محافظة ضبا، والهو أعز معلم على قلوب الأهالي، وهو قلعة الملك عبد العزيز في ضبا. بنيت هذه القلعة من الأحجار المتوفرة بالمنطقة، وتم جلب لها الأحجار جزء من بعض الجزر القريبة، وجزء من المويلح، وجزء من بعض المواقع شرق ضبا. طبعا جلالة الملك عبد العزيز وجه مالية جدة بهذاك الوقت إلى دفع تكاليف البناء لمالية ضبا، وتم جلب الأحجار وجلب البنائين من أبناء ضبا ومن ينبع من الوجه، وقاموا ببناء هذا الصرح اللي اليوم يعتبر معلم أثري تاريخي مهم للجميع. دور القلعة في تعزيز الأمن في محافظة ضبا، في بلدة ضبا بذلك الوقت، كان دور جدا مهم، لأنه ضبا تعتبر بناء هام في هذه المنطقة. واليوم طبعا القلعة تحولت إلى متحف تاريخي وإلى موقع للسواح وللزيارة. أيضا من مميزات هذه القلعة أنه هذه القلعة بنيت من الحجر، وهو لم يعرف في العهد السعودي، خاصة في نجد، لأنه كانت تبنى القلاع من اللبن ومن الطين. ولا أخفيكم يعني ضبا اليوم أصبح التعول على القلعة أنها تتحول إلى كخطة إلى أنها تكون متحف يحوي جميع المقتنيات اللي تعيد للناس ذكرى ضبا القديمة وما حدث فيها من تطورات اليوم إحنا نعيش فيها. طبعا الآن أنتوا على منطقة مطلة على خليج ضبا، وعلى مسجد البحر في ضبا، أشهر المساجد الموجودة حاليا، وهو مسجد السوق كان يسمى. اللي تشاهدوه الآن هذا الفناء الكامل للقلعة. طبعا القلعة تحتوي على حجرات كانت سكن للجند ومكاتب للإدارة الأمنية والعسكرية في ذلك الوقت. كانت هذه القلعة في فترة بنائها الأولى، لو أزلنا المباني الحديثة، كانت مشرفة على كل الرحلات والممرات اللي مطلة على خليج ضبا، فكان بإمكان الجند في القلعة والقوات الأمنية أن تشاهد جميع من يمر في محيط ضبا.